لعبها الطاهر ابو زيد ناحيه الشمال لزكريا، وزكريا ورا حلوه. جول جول حمد ابو راضي. لسه بقول لحضراتكم ان حمد ابو راضي عامل ماتش كويس قوي، وعلى طول حمد ابو راضي كابتن حمدي دايما في المعسكرات بقى، معسكرات النادي الاهلي والسفريات الافريقيه واول معسكر لحضرتك اكيد يعني هتتذكره. عايزين بقى نعرف المواقف الحلوه، مين من اللعيبه اللي كان دمه خفيف صاحب المقالب في المعسكرات؟ احكي لنا بقى الحاجات الحلوه دي. بص، هو شخص واحد موجود في فرقه النادي الاهلي كابتن مصطفى عبده، ربنا يا رب يديله الصحه. اخف دم لعيب كوره في الدنيا كلها ده بره الملعب، بس ما يبانش عليه في الملعب خالص كابتن مصطفى. لا، في الملعب جد. كلنا في الملعب بنبقى جد، بس كابتن مصطفى عبده حاجه يعني فوق الخيال. خفه الدم والطيابه والجدعنه وكل شيء موجوده فيه يعني. وهو لولا وجوده في المعسكرات كلها، يعني انا من حظي الكويس ان انا من اول ما لعبت ولحد ما الكابتن مصطفى بطل وانا موجود معاه. فكان اي معسكر واي مباراه خارجيه كابتن مصطفى هو اللي كان ايه يعني مسهل علينا الامور قوي يعني. كابتن حمدي برضو يعني قول لنا كم بطوله مع النادي الاهلي في مسيرتك؟ هو اللي في بطولتين افريقيا، في 83 و87 ابطال الدوري، و 82 و87 82 87 وابطال الكؤوس 84 و85 و86 ودوري مش يعني مش فاكر الدوري قد ايه. مش بتعد وقتها. ما كناش بنعد والله خالص يعني. لان احنا كان ايه يعني لينا خط ماشيين عليه، وكنا دايما في الاخر ربنا بيوفقنا بمجهودنا طبعا وبنحصل على البطولات. كنت يعني جيل عظيم، جيل يعني متعت جمهور النادي الاهلي وحصدت بطولاته. يعتبر اول بطوله افريقيه كمان دخلت النادي الاهلي 82، دي كانت بطوله غاليه جدا بالنسبه للجيل ده. جدا جدا، دي كانت خاصه كمان انت يعني في النهائي بتلعب كوتوكو عشان كوتوكو. نزلتوا في الملعب بقى وشفتوا الجماهير هناك الغنيه، وانتوا نازلين وليكوا هدف واحد عايزين ترجعوا كاس البطوله. لا، ما ده كل دوت الحاجات دي اللي انا بحكي لك عليها دي كانت بتدي حافز.